إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله الحسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اپنی اپنی حاجتوں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. ائمہ طاہرین کا وسیلہ تیری خدمت میں حاضر کیا ہے. اے میرے پروردگار ائمہ طاہرین کے وسیلے کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار ہم ناقص ہیں، ہماری عبادتیں ناقص ہیں، ہماری دعائیں ناقص ہیں، ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. اے میرے پروردگار تو کامل ہے، تیری قدرت کامل ہے. اپنی قدرت کاملہ سے ہماری اس دعائے ناقصہ کو، ہماری اس عبادت ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے پروردگار جو مؤمنین اس دعا کو سماعت فرما رہے ہیں، اے میرے پروردگار ائمہ طاہرین کے وسیلے کے صدقے میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے پروردگار جو مومن جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں پروردگار ان کی حاجات کو مستجاب فرما. اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. قرۂ ارض اس وقت ایک مصیبت کے اندر مبتلا ہے، ایک وبا کے اندر مبتلا ہے. پروردگار تمام بنی نوع انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرما. اے میرے پروردگار جو بے روزگار ہے انہیں برسر روزگار فرما. جو برسر روزگار ہم کے رزق حلال و طیب میں کشادگی کی عنایت فرما. اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو مریض ہیں، جو علیل ہیں، جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے. پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں جلد از جلد شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں ان اولاد صالحہ عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور کے اندر تعجیل فرما، ہمیں ان کی امان و انصار میں شمار فرما. یا سادتی یا موالی انی توجہت بکم ائمتی وعدتی لیوم فقری وحاجتی الاللہ وتوسلت بکم الاللہ واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.